هذا الإنكار على الحاكم المسلم أمام الناس من المحرم بالإجماع أم في المسألة خلاف حتى لو اقتضت المصلحة الإنكار عليه؟ بالعبرة بوجود الخلاف، العبرة بمن على الحق، نتبع من على الحق. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا يأمرنا بذلك، لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، لأن الخروج على الحكام يحصل فيه ضرر أعظم من الصبر على ما يحصل منهم من الجور والظلم ما داموا مسلمين. والأمور إذا كانت تفضي إلى ضرر أعظم فلا تجوز، ما يجوز ارتكاب شيء يفضي إلى ضرر أعظم ونتيجة عكسية، ما يجوز هذا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.